السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مصطفى عطية، والنهاردة في هذا الفيديو هنتحدث حول هل العمل في البنوك سهل أو صعب، نظرا ان كتير بيستفسر بخصوص هذا الأمر، ولذلك حبيت ان انا اعمل هذا الفيديو عشان يوضح لحضراتكم هذا الأمر. في البداية هتلاحظ بان العمل في البنوك هو واحد من اهم الأحلام اللي بيكون لديها الكثير جدا من الأشخاص بيحلموا بالعمل في البنوك، والحقيقة ان الأمر ده أدى إلى أن وجود نوع من أنواع المنافسة الشديدة في دخول البنك، لكن هذه المنافسة على أرض الواقع بتجد أن كتير جدا للأسف لا يكون لديهم هذا الفهم لطبيعة العمل في البنوك. البعض كتير جدا بيفتكر أن أنا طول عملي في البنك هرتدي بدلة شيك ومنمقة وهيكون شكلي جذاب، وهروح إحدى الفروع هشتغل هعمل كام فلوس كده للبنك وهتكل على الله أروح بيتي. طبعا الصورة الوردية دي على أرض الواقع ليست صحيحة، ولذلك حبيت ان انا اعمل هذا الفيديو علشان يوضح لحضرتك بعض التفاصيل حول العمل في البنوك. في البداية هتلاحظ بان زي ما احنا قلنا العمل في البنوك اصبح واحد من ضمن اهم المتطلبات واحلام الكتير من الطلاب، نظرا لانه بيكون لديهم نوع من انواع الهدف او الحلم لهذه المكانة اللي بيكون لديها نوع من انواع الصيت الجيد في السوق. كتير جدا بيحلم بهذا الامر، ولكن هذا الامر بيواجه بمجموعة من الاسئلة، هل ايضا العمل في البنك عمل سهل ام صعب؟ وده نظرا لانه كتير جدا بيفتكر ان العمل في البنوك هو سهل محض، لكن على ارض الواقع والحقيقة بتقول ان العمل في البنوك بيختلف وفقا لمجموعة من العناصر. العمل في البنوك بشكل عام بينقسم الى نوعين، العمل في الادارات، ادارات زي ادارة الموارد البشرية، ادارة التسويق، ادارة المشتريات الى اخره، والادارة الاخرى وهي المصارف او الفروع. الحقيقة ان العمل في البنوك بينقسم الى نوعين رئيسيين زي ما احنا قلنا، الادارات والمصارف، والحقيقة ان العمل في المصارف او في الفروع هو بيمثل اكثر جزء ممكن من العاملين فيه. كتير جدا بيعملوا في الفروع او المصارف، اكتر ناس بتتقدم في الوظائف بتكون بشكل كبير جدا بيتم اختيارهم للعمل في المصارف، وده نظرا لانه كتير جدا الادارات بتكون ممتلئة، وفي الغالب بيتم توجيه المرشحين الجدد للعمل في الفروع. العمل في الفروع بيكون عمل مباشر مع الجمهور، يعني لو شخص حابب ان هو يحصل على تحويل بنكي، ان هو يودع في حسابه، يحصل على شهادة، يحصل على قرض، اذا هو بيتعامل في مختلف الامور والمعاملات البنكية داخل الفروع. اما العمل في الادارات فهو في الغالب بيكون تعامل داخلي، بيشوف مثلا تحويل المرتبات، بيشوف اصدار البطاقات، بيشوف ادارة المشتريات داخل البنك، إدارة الاستثمار داخل البنك، إذن هي إدارة داخلية لا تتعامل مع الجمهور بشكل كبير. أما في الفروع فهي بتتعامل بشكل كبير جدا مع الجمهور، ولذلك كتير جدا من البنوك الحكومية بتعطي العاملين في المصارف والفروع في الغالب مرتب أعلى من العاملين في الإدارات، لأنه بيقولك ليه أساوي شخص بيتعامل بهذا الضغط مع شخص بيخلص شغله 8 ساعات وبيبصم وبيمشي. إذا تناول هذا الأمر من مهم جدا إن احنا يكون لدينا تفصيل للعمل في الفروع. الحقيقة ان العمل في الفروع بيغلب عليه الصعوبة والجهد الكبير في اغلب الاماكن. الحقيقة ان العمل في الفروع كتير جدا بيعتقد ان هو سهل، ولكن هو عمل حساس جدا، انت بتتعامل في فلوس، قد يكون هذه الفلوس مزورة، قد يكون هذه الفلوس لغسيل اموال، انت بيكون عينك فوق راسك. بتعبير شخص شغال في الفروع قالك انا اي شخص بيدخل لي هو suspicious، او شخص انا خايف منه، او شخص انا عندي نوع من انواع الخوف والتوتر والاشتباه فيه، يا ترى الفلوس دي سليمة، يا ترى الفلوس دي ناقصة، يا ترى الدولار اللي هو جابه لي مزور. هو بيكون لديه مسؤولية كبيرة، بالإضافة إلى إن هو بيحسب الفلوس، بيحط الفلوس في حساب، بيراجع على العمليات، بيراجع على الخزنة. لو هو طبعا شغال تيلر، لو شغال كاستمر سيرفيس أو خدمة عملاء، العملاء وطلباتهم وإصدار الشهادات وإصدار القروض وبيحسب الفوائد، إذن هو طبيعة شغله بيكون لديها نوع من أنواع التوتر، والتوتر ده بيزيد في أكتر من مكان في ظل وجود نوع من أنواع الكباستي أو الكثافة الشديدة في العاملين، أو إن الكثافة في الجمهور، جمهور كتير بيجيلي علشان يحصل على الخدمة وأنا محتاج إن أنا أخلصهم، بالإضافة إن أنا مطلوب
مطلوب مني تارجت من القروض وتارجت من الشهادات، فانا بيكون في جو من التوتر المستمر. ولذلك كتير جدا من العاملين في هذه الفروع للاسف بيكون لديهم نوع من انواع التوتر الشديد، بيكون اجراءات او وقت العمل بالنسبه لهم كبير، بيروح بيته متاخر، بيكون لديه اجهاد، كذلك بيعاني من فكره النمطيه. انا كل يوم اللي بصحى فيه بنام فيه، بصحى اعمل نوع من انواع اصدار الشهادات وتعامل مع الجمهور ومراجعه الحسابات كل يوم بهذه التكراريه وبنفس الصوره. فالبعض بيجد نفسه ان انا في الاخر كان نفسي اعمل كذا، كان نفسي يكون لدي نوع من انواع الاهتمام وادخل مجال معين، انا في النهايه تحولت الى واحد بيعد فلوس وبيدخلها الخزنه وبيحسب الحسابات، فده قد يؤثر على صحته النفسيه. والحال ان ده النمطيه وعدم وجود نوع من انواع الحياه الاجتماعيه وان انت بتجلس لساعات طويله داخل العمل اصبح بيؤثر بشكل كبير جدا على العديد من الاشخاص، ولذلك اصبح هؤلاء الاشخاص بتفاجئ بيهم انهم بيستقيلوا من البنك نظرا لانه قد اثر بشكل كبير جدا على صحتهم النفسيه. اذا انتقلنا الى عمل الادارات، هو ايضا ليس عملا سهلا. الحقيقه كتير جدا بيفتكر ان انا في الاداره خلاص هقعد متنفخ، لا انت قاعد في الاداره ايضا. الاداره بتبقى البنك في الغالب خاصه لو بنك كبير بيكون لديه تعاملات كتيره جدا، لو مركز اصدار البطاقات بيبقى عنده بطاقات كتيره، كم بطاقه بيتم اصدارها بشكل يومي او بيتم التقديم عليها، تحويل مرتبات الموظفين، كم شركه كم مؤسسه متعاقده معايا ان انا احول مرتباتها، بتابع هنا والمشاكل، بالخلاف طبعا اقسام زي الاي تي او نظم معلومات هو ليل نهار في مشاكل، الحق الاي تي ام واقع، الحق السيستم في مشاكل، الحق، هو في جو من التوتر المستمر. لكن ده من المهم جدا ان احنا نضعه في الاعتبار نظرا ان كتير جدا بيفتكر ان العمل في البنوك سهل وان انا قاعد بشكل ما قاعد لابس البدله وبروح وبتعامل بشكل شيء. الحقيقة ان تفكيك الصورة النمطية دي من مهم جدا ان يكون في عقل اي حد حابب انه يدخل البنوك، نظرا ان كتير جدا زي ما احنا قلنا بيبقى فاكر ان العمل في البنوك سهل. بالاضافة الى نقطة مهمة جدا ان العمل في البنوك بينقسم الى عمل في بنوك لديها ازدحام، بنوك كبيرة في الغالب بتجد ان فيها ضغط كبير جدا، اما البنوك الصغيرة اللي حجمها صغير في الغالب هتجد ان حجم العاملين او المتعاملين فيها قليل، وكذلك هتجد ان مرتباتها بتميل الى الانخفاض والارباح بالمقارنه مع هذه البنوك الكبيره. فانت يا ترى هتشتغل في بنك صغير بيدي مرتبات قليله وفي الغالب حجم الشغل قليل، ولا تشتغل في بنك كبير هتاخد فيه مرتب كويس وهتجد ان حجم الشغل كبير وهترجع كل يوم تعبان؟ اذا انت بتدخل في ديلاما او بتدخل في نوع من انواع الممر الكبير الذي لن تستطيع ان انت تهرب منه بسهوله. في النهايه حابب اوضح انه العمل في البنوك ليس سهلا وليس صعبا، ولكن بيعتمد على مجموعه من العوامل زي ما احنا قلنا، ولكن هذا الامر يجب ان يتم اخذه في الاعتبار حتى لا تفاجئ بانك اشتغلت في احدى هذه البنوك وفجاه بعد اكثر من سنه وجدت نفسك في هذا الامر، تقول انا كنت فاكر الامر سهل ولكن هذا العمل اصبح صعب. ولا يوجد عمل سهل او صعب، ولكن حاول قدر الامكان ان انت تكون لديك استفاده اكثر من عمل. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان استغفرك واتوب اليك. لا تنسوا الاشتراك في القناه، ولا تنسوا في حاله وجود اي استفسارات شرفنا رد عليها في التعليقات على الصفحه الرسميه على الفيسبوك مصطفى عطيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.